هنا في بنكير أكتر مكان اتكلم وحذر من ظواهر استغلال الأزمات وقال إن الأزمة بتعدي لكن الشيء مش بيرجع لأصله، وكنا بنقصد اللي بيحصل في الأسواق المصرية والأسعار وبعض الظواهر اللي بانت في أزمة الدولار، وحذرنا إن الخطر على الأسواق والناس مش الدولار لكن من جشع التجار والمضاربين، ولو الأزمة خدت وقتها هتخلص وتعدي، لكن طمع بعض التجار بيخليها تستمر وتطول لأنهم مستفيدين من الوضع. تعالوا نشوف الفضيحة اللي كانت على الهواء مباشرة واللي بتأكد إن الأسواق ماشية من غير بوصلة، والجشع هو اللي فارض نفسه، وإزاي سلعة فيها اكتفاء ذاتي وسوقها فيه ركود وبرضه سعرها بيرتفع، نعرف ولكن بعد الفاصل. بانكير، نبض البنوك. حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالإسكندرية فجر مفاجآت من عيار التقيل امبارح، وقال إن بعض المنتجين خفضوا إنتاج الألبان بدل من تخفيض الأسعار، وده تصرف مش هيحل أزمة الأسعار. وقال المنوفي في مداخلة في أحد البرامج إن 40% من اللبن اللي في السوق لبن بودرة وبيتم استيراده من الخارج، وهو بيؤدي إلى رفع أسعاره نتيجة لزيادة التكلفة النهائية. رئيس شعبة المواد الغذائية قال في كلامه إن علبة اللبن زادت خلال السنة 30% وسعرها من 28 ل30 جنيه حالياً، وده موازية تخفيض حجم الإنتاج خطر جداً، والأفضل إن السوق يبقى عرض. وحسب كلامه مصر عندها وفرة في الإنتاج المحلي من الألبان، وسعر زجاجة لتر اللبن زاد بنسبة 10% في آخر 6 شهور. الغريب زي ما قال رئيس الشعبة إن سوق منتجات الألبان حالياً بيعاني من ركود بعد شهر رمضان، تأثراً بخفض شركات منتجات الألبان الكبرى من إنتاجها نتيجة تراجع القوى الشرائية. يعني العقل بيقول أسعار اللبن تنزل الأرض زي ما رفعت، عشان كان في طلب ولا عشان الأسعار تفضل عالية يبقى أقلل الإنتاج وخلي السعر في العالي حتى لو الناس مش بتشتري. اللي بيحصل طبعاً ده تهريج ومخالف لكل الأعراف التجارية، والموضوع ما بقاش تجارة وبيع وشراء، بقى استغلال واحتكار. المواطن هو اللي بيحاسب على الفواتير من جيبه. يعني اللي بيصعبها على المصريين دلوقتي مش الأزمة العالمية ولا الحكومة ولا نقص السلع، لكن التجار نفسهم في كل السلع. وبعدين ازاي سوق مهم جدا زي الألبان بيحصل فيه كده ومحدش بيتدخل، حتى لو كان اللي بيقلل الإنتاج قطاع خاص وما نقدرش تجبره على الالتزام بحصة الإنتاج، لكن تقدر تعاقبه من خلال قوانين كتير. وفي نفس الوقت الحكومة ممكن تتدخل بأشكال تانية كتير علشان تنزل سعر اللبن. مفيش بيت في مصر بيستغنى عنه، والناس دفعت واشترت لما كان بالغالي، دلوقتي من حقها تشتريه لما سعره يرخص. حسب تأكيد محمد الطروطي رئيس الجمعية المصرية لمنتجي الألبان، تراجع إنتاج مزارع الألبان بنسبة 30% من نهاية شهر رمضان، وده تأثرا بخفض شركات منتجات الألبان الكبرى من إنتاجها. يعني من الآخر التجار والشركات بيقولك هتشتري بالغالي، يعني هتشتري بالغالي، مفيش حاجة اسمها عرض وطلب ولا قانون ولا ضمير. كنت معاكم أنا عبد المنعم إبراهيم. بانكير، نبض البنوك.